برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة موسم جديد الحمد لله بداية موفقة ومبشرة لكل جماهير الأهلي بعد مباراة امبارح قدام مصر المقاصة، ويمكن فيها كلام كتير قوي، في شغل كتير محتاجين طبعا موسيماني يشتغل عليه مع اللعيبة، وهو أكد بده أو أكد على ده في المؤتمر الصحفي. كلام كتير قوي على المباراة، نشوف الإيجابيات ونشوف السلبيات، وعلى الفترة الجاية اللي كلها طبعا تحديات، وأكيد كمان على موضوع منتخب الشباب مع كابتن محمد حشيش، طبعا نجم نجوم النادي الاهلي وسطر تاريخه يعني بحروف من ذهب مع النادي الاهلي وخصوصا في فتره الثمانينات. منورني يا كابتن. شكرا ساره. عايزه ابدا مع حضرتك من مباراه امبارح، وعايزه نشوف الايجابيات اللي فيها ونشوف المكاسب اللي طلعنا بيها. هي اول مباراه طبعا في الدوري مع مصر المقاصه، وقدرنا ان احنا نفوز ثلاث نقط مهمه، لان البدايات دايما مهمه يا كابتن. بص طبعا يعني المكسب طبعا مكسب كويس، وفي بداية سيزون وفي بداية مسابقة جديدة بعد ما انتهينا من حاجات كثيرة كانت صعبة الحقيقة. دوري متأخر قوي السنة الموسم اللي فات، بعد كده بطولة إفريقيا امتدت لفترات طويلة وتم التأجيل أكتر من مرة، حصلنا على البطولة، بعد كده كاس مصر والحمد لله خدنا الكاس. البطولات دي مفيش وقت اللعيبه خالص تريح الحقيقه، يعني غير زمان. انت عارفه زمان كان الموسم بيخلص على الاقل بتاخدي اسبوعين ثلاثه عشان تفصلي وتبداي فتره اعداد. فانا مشفق طبعا على اللعيبه ومشفق على الجهاز الفني. تخيلني لغايه دلوقتي، انا متخيل ان موسيماني لغايه دلوقتي مش قادر ينفرد صح بالفرقه ويطلع اللي عنده كله. يعني هو لغايه دلوقتي يا دوبك الماتش بعد 48 ساعه او 3 ايام مباراه ثانيه في بطوله صعبه، ما عندوش فرص ان هو كان يقدر حتى يجرب حاجه معينه، يعني كلها ماتشات مهمه وحساسه وصعبه جدا. فما فيش اللعيبه كمان اصابات متلاحقه جت، كمان كملت موضوع كورونا بعدت ناس، كمان الناس اللي رجعت من الاعراض برضو لسه هياخدوا وقت على ما ينسجموا طبعا مع أولاد الفريق، لما كانوا بعيد عن غير بقى الناس اللي جايه من بره زي طاهر محمد طاهر، زي بدر بنون، الناس دي كلها برضو لسه جديده. الماتش الاولاني في البطوله امبارح كان مع فريق محترم المقصه، مع جهاز فني محترم، ايهاب جلال بيقدر ان هو يعني يكون فريق ويقدمه للدوري. دي حقيقة. الحقيقة كل سنة، لأن السنة دي برضو إيهاب بيلعب بلعيبة كتيرة جديدة، يعني لسه ما حصلهاش برضو الانسجام، لأنه برضو مشوا ناس كتيرة ولعيبة أساسيين كانوا موجودين الموسم اللي فات. البداية لو هنتكلم عن ماتش، البداية كانت بداية قوية من جانب النادي الأهلي، تحس بالحماس والروح من اللعيبة في أول ربع ساعة نتج عنه، ضغطين من أول دقيقة، من أول دقيقة، فنتج عنه طبعا الهدف بتاع من عن طريق الضغط بتاع كهربا، ضربة جزاء وهدف معلول. يمكن دي ادت أريحية شوية للنادي الأهلي في البدايات، خليته العشر دقايق اللي بعدها أو الربع ساعة اللي بعدها برضو كله عايز يجيب أهداف. المكسب البدري بيطمع، ابتدت اللعيبة كلها تحاول يعني انطلاقات بدون وعي شوية على مرمى المقصة، وقعوا في تسللات كتير، ضيعوا أهداف. الهدف اللي جه بقى، لو هنتكلم على الهدف اللي جه في النادي الأهلي نتيجة لغلطة برضو من كور الثابتة اللي برضو معظم الفرق المصرية بتشترك فيها، ولازم، ودي من الحاجات برضو السلبية اللي هنتكلم عليها في المباراة. يمكن الهدف اللي هو كان في نهاية الشوط الأولاني رجع الحماس تاني والقلق لفرقه النادي الاهلي، مع طبعا اكيد المحاضره والدش اللي خدوه في طبعا بين الشوطين. والشوط الثاني الاهلي كان افضل والاستحواذ كان اكتر يا كابتن، حاجه تانية خالص. اللعب ابتدى اكثر هدوء، ابتدى يبقى فيه تحركات واعيه شويه، كان في بعض الثغرات او ايهاب جلال كان مستغل الحته اللي من ناحيه هاني في بعض الهجمات المرتده اللي ليه، يمكن كان نتيجتها برضو ان يعني حصل شويه لخبطه كده في الناحيه اليمين، تداركها موسيماني بحد من الديفندرات، ابتدى يقفل على الحته دي. اللعب بقى اكثر هدوء من النادي الاهلي، قدرنا نحرز طبعا الهدف الثاني والثالث، وكان في هدف طبعا ناس كلها شافته طبعا، وانا في اعتقادي ان هو كان هدف مليون في المية طبعا بتاع محمد شريف. نقف عنده، انت شايفه يا كابتن هدف
مليون في المية. مليون في المية. مش وبعدين تسلم. انا مستغرب من حاجة ان الفار عادل كورة والحكم راح شافها والخط اللي انت عامله بتاع الفار ده، طب ما الخط انت رايح عشان الخط ده عشان تعرف مين اللي سابق مين او مين. فبان قوي ان محمد وهو بيستلم كان لسه المدافع مغطيه وخد الكره ولف، وطبعا وراح هدف مليون في المية. المشكله ان الموضوع ده اتكرر اكتر من مره من ناحيه اللاين مان. مش عيب ان الناس طبعا بتغلط، لا بس الفار موجود برضو عشان كده. المفروض المفروض ان احنا بنستعين بالفار عشان كده. والحقيقه انه الهدف ده كان هيفرق مع اللاعب نفسيا، يعني مع محمد شريف بشكل شخصي. وانا يعني انا بالنسبه لي كان نفسي الجون ده يتحسب عشان تبقى بدايه قويه ليه، لان هو لعيب كويس وكان من هدافين الدوري السنه اللي فاتت، كان هيبدا بدايه بهدف. بس هو الحقيقه كان اداؤه مميز خلال الفترة اللي لعبها قبل طبعا ما يتغير. معانا كمان الهدف اهو يا كابتن على الشاشة. لا يعني احنا شايفينه يعني هدف. لا هي هدف طبعا لما تعادت باين. بصي وهي هي طبعا الفيصل والكرة بتطلع من رجل الزميل. كان الوضع ايه بالظبط؟ كان في حد لسه مغطي. كان في ديفندر مغطي. بالظبط كده. يعني في ايجابيات طبعا كتيره في ماتش امبارح، منها اهم حاجه الثلاث نقاط والبدايه الكويسه للنادي الاهلي وتدارك الاخطاء. يعني المباراه ما استمرتش كده على طول، وارد ان يحصل في البدايه نتيجه زي ما بقول لك لعدم الانسجام في تشكيله جديده. يعني فعلا يا كابتن لو في مس باسز او التنقلات مش اللي هي اللي احنا متعودين عليها، طبيعي ان في عناصر جديده جايه طبعا. لسه ما خدتش على طريقه لعب المدرب او كده، او انه يبقى في انسجام بين اللعيبه. غير كده صارت اول مره بتلعبي بالخط الامامي، بتلعبي بطاهر محمد طاهر والناحيه الثانيه كهربا قدامهم صح محمد، يعني التلاتة اول مره يلعبوا مع بعض. طيب موسيماني كان التلاتة كمان معلش التلاتة كمان طبيعه لعبهم واحده، يعني النادي الاهلي كان بيعتمد الفترات اللي فاتت، مروان برضو بيعتبر شبه محطه، مش هنقول محطه كامله لانه برضو من النوع اللي بيجري بيتحرك، بس بعض الاحيان بيبقى محطه. التلات لعيبه دول كلهم بيندفعوا للامام، وانا بستغرب كمان يعني يمكن عمل لخبطه شويه الشوط الاولاني ان ايهاب كان بيلعب بمصيدة تسلل. فدي اللي يمكن عملت لخبطه، لان كانوا الثلاثه بيجروا طبيعه لعبهم انهم يندفعوا لقدام، فكده دي اللي وقعتهم في الاوفسايد اكثر من مره. وقعنا كتير فعلا في خطا التسلل. عايز اتكلم على السلبيات شويه طبعا، هي اضاعه الاهداف. يعني لازم يبقى في تركيز في الفتره اللي جايه من اضاعه الاهداف، لان انت ممكن تلعبي ماتش كويس قوي ويجيلك فرص ما تسجليش، مش هتقدري تعوضي، ممكن الوقت ياخدك ويمر من غير ما تعوضي، ممكن تكون فرقه اقوى من دي. انت في بعض الاحيان وخصوصا ان احنا ان شاء الله داخلين على افريقيا وداخلين على طبعا السوبر الافريقي، ممكن ما يجيلكيش كم الفرص دي مع فرقه قويه بتلعب نهايه وبتلعب على السوبر الافريقي. فالمفروض الفرصه اللي تيجي لازم يكون استغلالها كما ينبغي. تاني حاجة برضو حتة الكور الثابتة، لازلنا برضو في يعني برضو الكور الثابتة الوقفة، يعني امبارح الجون اللي جه نتيجة الغلطة يعني عدت من الراجل الأولاني، لازم أنا المفروض اللي ماسك الراجل الهداف اللي جاب الجون لازم يبقى متوقع إن الكورة تعدي من زميلي عشان برضو أقدر نعمل. واضح إن هو كان إيه مش متراقب أو لعبها بارتحية فبقى يعني جت هدف، فدي برضو من السلبيات. انما اعتقد بمرور الوقت ان شاء الله دي بدايه بالزبط. بدايه وبدايه موفقه، وكفايه ان النادي الاهلي منور على القائمه الترتيب اول الدوري طبعا من اول اسبوع، يعني متعودين على كده يا كابتن. بس انا عايزه اقول لك برضو اللي عجبني جدا ولفت نظري هو ده الطبيعي، بس بطمن اكتر كمشجع للاهلي قبل اي حاجه، موسيماني فعلا بعد في المؤتمر الصحفي بعد المباراه قال اللي حضرتك بتقوله، قال احنا عندنا مشاكل ان احنا وقعنا في خطا التسلل كتير. كانت اللعيبه بتجري بدري على الكوره وتقع صحيح. في خطا التسلل. قال الاربعه اللي قدام كان في مش متمركزين كويس في الملعب. قال كمان انه
أضعنا أهداف كتير خصوصا في الشوط الأول، إحنا كان ممكن نطلع بسكور أعلى من ده، وقال أنا هخلي اللعيبة تقعد وتتفرج على الماتش تاني علشان لما يشوفوا طبعا نفسهم هما بيضيعوا الأهداف دي يعني يبقى في حماس إن ده ما يحصلش تاني. طبعا وطبعا أكد على فكرة إنه وجود عناصر جديدة بتخلي في وقت على ما يحصل انسجام، بس كل ده كلام ده من المدرب بيطمن مشجعي النادي الأهلي طبعا إنه في مدرب قاعد وفاهم ومراقب وفي يعني محلل أداء وبيقعد مع اللعيبة ويفرجهم تاني، وإنه ده ما ينفعش نقع في الخطأ ده تاني، لأن زي ما حضرتك قلت إحنا داخلين على حاجات مهمة جدا، إحنا داخلين على مثلا سوبر إفريقي. أنا عايز أقول لك كمان يعني أكتر حاجة أعتقد إنها ريحت جمهور النادي الأهلي امبارح غير المكسب هي أنت ما تحسيش بالغيابات. يعني إحنا بنتكلم على غيابات تقيلة زي حسين الشحات، زي وليد سليمان، زي أجايه، دي لعيبة تقيلة كانت عنصر أساسي من عناصر الفرقة، مع احترامي الكامل ليهم طبعا. امبارح الأساسيين ما حسناش بغياب حد بصراحة، ودكة الاحتياط كمان دكة بقت قوية، فدي اللي طبعا يعني تريح النادي الأهلي، لأن يعني المشكلة دي كانت عندنا خلال السنين اللي فاتت. يمكن مجلس إدارة كان حريص على ان هو ينفذ طلبات طبعا موسيماني، لان موسيماني المدير الفني اللي هو عنده الحق الاصيل ان هو يعني اختار التشكيله اللي هيخوض بيها الفتره اللي جايه. فرجوع الاعارات لما شفنا، لو هنتكلم بقى على المباراه تاني ونشوف التغييرات، كانت تغييرات كمان كويسه جدا، غيرت برضو لما صلاح محسن نزل، ناصر ماهر بالتحديد كمان لما الراجل حس ان في ثلاثه نفس طريقه اللعب بيجروا على قدامه مندفعين وفي مصيده تسلل، فحاول ان هو يطلع طاهر ونزل ناصر ماهر بحيث انه يلعب بلاي ميكر تاني مع قفشه، ممكن يبقى في يعني بساط او يكون بلاي ميكر مع قفشه يقدروا يكسروا مصيده التسلل. زي بقول لك في لعيبه كتير موجوده في النادي الاهلي سواء كان في التشكيله امبارح او طب خليني اسال حضرتك، طبعا احنا بنتمنى الشفاء لناصر ماهر اللي هيغيب يعني طبعًا يمكن لثلاث اسابيع، وده من سلبيات المباراه الحقيقه، واحنا متخوفين صحيح من كل الاصابات طبعا. الاول اهم حاجه صحه وسلامه اللاعب، وكمان طبعا فريق الاهلي ان يكون صفوفه كامله. في لعيبه كتير يا كابتن تالقت في مباراه امبارح، منها طبعا كهربا، منها السوليه. انا عايز اعرف منك انت بالنسبه لك مين مان اوف ذا ماتش، مين رجل المباراه من النادي؟ هخش معاكم في التصويت يعني على ايوه بالظبط كده. انا في رايي اول واحد نجم المباراه امبارح ايمن اشرف. ايمن اشرف لعب مباراه، يمكن انا بركز طبعا على الناس اللي بتبقى بتلعب في مركزي، ايوه انا خدت ببقى دايما واخد بالي. ايمن لعب مباراه ممتازه امبارح، وكان انا ما اعتقدش فيه غلطات بالنسبه له، لعب مباراه قويه جدا جدا، باصات سليمه، تغييراته لما بيكمل كمان لنص ملعب وبيلعب التغييرات العكسيه اللي متفق دايما عليها وجي منها جوان كتير. يلي عايز ادي بدر بنون برضو انه يكون من اللعيب من الثلاث لعيبه كويسين عشان اديله حافز للي جاي. شفناه ان هو يعني كانت في حته ناقصه النادي الاهلي من ورا، وهي اللي كان عايزها موسيماني انه يبتدي الهجمه من تحت. مع الشناوي، مع الباكين، ومع الديفندرات يبدا. بساطته سليمه جدا جدا، مش بس البساطه العرضيه، البساطه العرضيه بتبقى سهله، انما صعب قوي انك تلعبي كمساك تلعبي الكره التشيب من تحت من فوق المنافس توصل واحد في نص الملعب. الحاجات دي احنا نفهمها كلاعيبه كوره او كمساكين، بيبقى لازم واحد عنده مهارات كبيره قوي، عنده ثقه بالنفس. امبارح يعني قدم مباراه كويسه. الثالث انا من وجهه نظري هو كهربا. انا بتفق معاك يعني هم الثلاث عناصر دول انا شايف، ومش عارف بقى الجمهور هيغش مني ولا كل واحد طبعا ليه رايه. احنا عندنا يعني جمهور الاهلي كله حريف كوره وثقافه رياضيه كبيره. نتكلم اكتر عن كمان بدر بنون وعن الصفقات الجديده يا كابتن، عايز اعرف برضو راي حضرتك فيها. هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع كابتن محمد حشيش. برحب بحضراتكم مره تانية، ولسه معايا كابتن محمد حشيش، والكلام على الفتره اللي جايه للنادي الاهلي. يا كابتن داخلين الموسم قوي جدا من اوله، وبعد مباراه امبارح وحضرتك خلاص كنت بتتكلم انك شايف ان ايمن اشرف وبدر بنون وكهربا نجوم المباراه. طيب المباراه اللي جايه يوم الجمعه ان شاء الله غزل المحله، وهيبقى في نفس اليوم بعد المباراه السفر علشان مواجهه سوني داب في افريقيا. تمام. عايزاك تقولي شايف مباراه غزل المحله دي ازاي؟
انا في البدايه برضو عايز اقول كلمه باين قوي ان الموسم ده موسم قوي. ويعني لو عملنا مقارنه كده سريعه بين الاسبوع الاولاني الموسم اللي فات والموسم ده، بتكلمي على 9 ماتشات، بتكلم على الموسم اللي فات 9 ماتشات بدايه الاسبوع الاولاني، حصل منهم 8 مباريات فوز، واحده بس تعادل. ده بيدي انطباع ان في فرق اقوى من فرق، ان 8 فوز واحد تعادل. اللي بنتكلم على 9 مباريات بتوع الاسبوع الاولاني الموسم ده، بنتكلم على 5 فوز 3 تعادل. لسه المباراه الاخيره اللي هتتلعب كمان شويه بين المحله وسموحه. لو تشوفي كمان الصاعدين السنه اللي فاتت للدوري زي طنطا واسوان ونادي مصر، في اول اسبوع اتنين منهم خسروا، وطنطا كسب، كانت مفاجاه انه كسب. يعني حصل توفيق ما في المباراه وكسبه. لو هنتكلم على الصاعدين السنه دي في البطوله الحاليه، زي سيراميكا امبارح فازت، البنك الاهلي بيخطف تعادل من دجلة، المحلة لسه ما حدش عارف. فواضح ان في منافسين جداد، وفي فرق مش ناوية تطلع عشان تنزل. يعني ناوية تكمل وتنافس، واشترت لعيبة كتير ورصدت ميزانيات عشان تبقى موجودة وتنافس. وده يقول ان ده موسم قوي يا كابتن، وهيبقى فيه منافسة، وكل طبعًا فريق عنده الدوافع ان هو على الاقل يحقق مركز كبير في الدوري. يعني لما بتتكلم على سيراميكا كليوباترا انه يعني جايب صفقات وقدر ان هو يفوز في المباراة. يعني انت كمان لو تبصي في موسم قوي، لو تبصي كمان غير النتائج، تبصي لاداء المباريات، تحس ان الفرق لا دي مش ده اول ماتش في البطوله. اول ماتش دايما بيبقى لسه اللعيبه مش في التوب فورم بتاعهم، النواحي الفنيه بتبقى لسه قليله، اللعب بيبقى يعني. انما لا، شفنا مباريات على مستوى عالي، داخلين بقوه، غير بقى اللعيبه او الفرق كان حظها احسن شويه، اللي هي كملت نتيجه لاستمرارها يا في بطوله افريقيا يا في كاس مصر. زي الاتحاد، شايفين الاتحاد السكندري مع حسام حسن عامل مباراه قويه جدا جدا مع النادي الاهلي في السيمي فاينال للكاس، وشايفين كمان عمل مباراه قويه مع بيراميدز. بيراميدز من الفرق القويه جدا جدا، جابت عناصر كتيره السنه دي غير العناصر اللي موجوده، كسب المباراة. لكن الاتحاد اللي كسب المباراه وعمل مباراه قويه، فانت داخله على يعني دوري صعب جدا جدا يعني. طيب يبقى كده بقى مباراه غزل المحله والاهلي يوم الجمعه، هي هتبقى الوقت ضيق قوي يا كابتن طبعًا. في المباريات يعني الحقيقه، والله يكون في عون اللعيبه، بس خلاص يعني ده القدر بقى، انه كورونا برضو يعني يمكن لخبطت كل حاجه والمواعيد وكل حاجه طبعًا. ولكن الحمد لله في ظل الظروف دي الاهلي قدر يعمل موسم كبير، وقدر يحقق ثلاثيه، وباذن الله تبقى خماسيه ان شاء الله. مباراه غزل المحله شايفها ازاي على موسيماني؟ يعني المفروض يتعامل معاها فنيا ازاي؟ بصي، الدوري ده اللي احنا لسه بنتكلم عليه، الدوري بادئ انه قوي، اللعيبه اللي طالعه من تحت، الفرق اللي طالعه من تحت فرق برضو عايزه تعمل حاجه، مفيش فريق صغير وفريق كبير، كره ما بتعرفش الا الاداء والرجوله في الملعب. اهتمامه بالمباراه بتاعه المحله زي اهتمامه بمباراه المقصه، زي اهتمامه بمباراه افريقيا، لان اي بطوله النادي الاهلي فيها بيلعب على البطوله والمركز الاول. هيبقى في استعداد قوي. احنا طبعا بصي انت يعني بتعملي دايما حساب للاصابات، وان ممكن ايه تريحي بعض اللعيبه. الكلام ده مش هيحصل، لان انت عندك الاقوى بقى من الاصابات هو موضوع كورونا، محدش عارف، وربنا يحمي اللعيبه طبعا كلها. فهو اعتقد انه هيحط برضو التشكيل المناسب بالنسبه للمحله. المحله طبعا تاريخ قديم، انما يعني العناصر اللي موجوده طبعا كانت بتلعب في الممتاز به، طبعا طلع قدام النادي الاهلي لدوري الاضواء والشهره، وحظها ان تاني اسبوع بتقابل بطل الدوري طبعاً، اكيد بطل هيبذلوا طبعا يعني كل قوتهم. انا في اعتقادي ان النادي الاهلي واخد المباريات كلها بجديه، ومفيش مساله بقى انه يريح لعيب عشان الوقت او عشان بطوله افريقيا. احنا عارفين طبعا الادوار الاولانيه في بطولات افريقيا بتبقى يعني مستويات طبعا اقل شويه،
ده برضو مش يعني مش سبب ان النادي الاهلي يتراخى او لا، كل عندنا كم من اللعيبه كافي ان هو يقدر يواجه المحله في بطوله الدوري ويواجه في بطوله افريقيا. طيب يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ يا كابتن اتكلم النهارده على المصابين وحدد موقف كل لاعب فيهم، وقال كمان انه يعني الشحات اجرى عمليه بسيطه، جاي ناصر ماهر طبعا المفروض هيغيب لثلاث اسابيع. هل غياب الثلاثي ده شايفه هيأثر على شكل الفريق الفتره الجايه او على اختيارات موسيماني؟ بصي، من الواضح ان الفتره اللي فاتت ان موسيماني بيعتمد على الشحات في الناحيه الهجوميه بشكل معين او في طريقه لعب معينه. انما برضو يعني عايزين نقول ان وجود اللعيبه اللي رجعت من الاعارات واللعيبه اللي جت جديده خلت الفرقه غنيه بلعيبه. وبعدين اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي في الدرجه الاولى في النادي الاهلي ده دايما بيبقى لعيبه على مستوى عالي. لو مسكتي حتى الثلاثه اللي هم كانوا موجودين امبارح، تكلمي على محمد طاهر اللي كان يعني الانديه كلها عايزاه بما فيهم الانديه الخارجيه، احتراف خارجي. وهو فضل النادي الاهلي وكان من اللعيبه المميزه خلال السنين اللي فاتت في نادي المقاولين العرب. الناحيه الثانيه طبعا كهربا بتاريخه والراجل لعيب منتخب وخبرات، محمد كمان يعني هداف من الهدافين السنه اللي فاتت وكان من اهم اللعيبه وابرز اللعيبه خلال الموسم اللي فات. فكل دولت غير كمان الناس اللي موجوده غير الاعراض، ما اعتقدش انها هتحسي بالفرق الكبير او مش هيبقى فيه اساسا فرق بين غياب اللعيبه دي او مش هتمثل. يعني احنا طبعا اي لعيب بيبقى موجود بيبقى اضافه للفريق، انما في لعيبه على مستوى عالي تقدر تادي لغايه ان شاء الله كلها برضو حاجات اصابات بسيطه ان شاء الله في خلال اسابيع اللعيبه دي ترجع. وبعدين احنا محتاجين كل لعيب في القايمه لان البطولات كتيره، بتطلعي من بطوله تخشي في بطوله. طبعا فاحنا محتاجين طبعاً الكم كله من اللعيبه. طيب يعني قبل ما ادخل معاك على افريقيا والمشوار اللي هيكون من الاول مع موسيماني، اتكلمنا عن لعيبه كتير في مباراه امبارح بس سيبنا نص الملعب كده شويه. عايز اسالك على السوليه وحمدي فتحي. بصي، حمدي فتحي طبعا وجوده مع السوليه خلال الفتره اللي فاتت امتداد للمباريات اللي لعبها كويس متالق فيها، وطبعا شفنا الهدف اللي احرزه مؤخرا. ديانج كان يعني نمره واحد طبعا في نص الملعب، انما طبعا موضوع الاصابه بتاعت كورونا ورجوعه من الاصابه برضو يعني ما دخلش التمرينات بقاله يعني فتره، فدي اثرت. انا كمان كنت متخيل حتى لو وجود ديانج سليم كان لازم الراجل يدي حمدي فتحي عشان يشجعه. ما ينفعش انا العب مباراتين واكون متميز واجيب هدف واجي اقعده عشان الراجل اللي كان بيلعب موجود. ودي سياسه مدرب اللي هو لازم يحافظ، انت لازم تحافظي على اللعيبه الموجوده. السوليه طبعا لا غبار عليه في نص الملعب، راجل شال نادي الاهلي خلال الموسم اللي فات سواء في الدوري ولا في افريقيا. اول مره نشوف كمان يعني من فتره كبيره ديفندر وهداف. صح. فالحقيقه نص الملعب طبعا الثلاثه يعني احسن من بعض. طيب نروح بقى لافريقيا، مشوار افريقيا، وانه احنا بنبدا خلاص يعني من البدايه بقى موسيماني البطوله دي بتاعته. تمام. من دور ال 32 المفروض خلاص يوم الجمعه زي ما قلنا الفريق هيسافر هيواجه سوني داب بطل النايجر، ومفروض بقى خلاص انه كل مباراه مهمه اكيد في مشوار افريقيا. شايف ازاي بقى مشوار افريقيا من البدايه كده بالنسبه للنادي الاهلي؟ بصي انا يعني الحمد لله مطمن السنه دي على مشوار البطوله لوجود طبعا موسيماني. انت عارفه موسيماني اساس اختياره من البدايه هو افريقيا. وهو انه يجي يعني يقود النادي الاهلي في السيمي فاينل والفاينل لغايه ما خد البطوله. عنده خبرات كبيره، عنده باع كبير، خد البطوله مع سان داونز قبل كده، لاعب تقريبا يمكن انا شفت له حديث، لعب يمكن في كل افريقيا، عارف الفرق، عارف طبيعه افريقيا، عارف يلعب ازاي بره ارضه. صح. وجوه ارضه. فانا مش خايف من القصه دي خالص. اكيد هو عنده خلفيه برضو عن الفريق، ان انا بقى حاسس ان هو مغمور برضو، ما سمعناش عنه يعني ما عندناش احنا دلوقتي كجمهور اهلي خلفيه عن الفريق ده. انما اعتقد يعني سيد عبد الحفيظ بيجيب شرايط من السفاره وبيبقى
في مشاهدة لمبارياتهم الأخيرة، وأعتقد أن يعني موسيماني زي ما بقول لك أنا مش خايف عليه في القصة دي خالص يعني. طب وإحنا بنشيد بموسيماني يا كابتن محمد، لو جيت قلت لك أنه قول لي كده 1 2 3 شايف أسباب نجاح موسيماني الفترة دي، يعني إحنا بنتكلم على فترة صعبة قوي مع النادي الأهلي وموسم صعب جدا، وقدر الحقيقة أنه النادي الأهلي حقق الدوري وكاس مصر وكمان طبعا أفريقيا، وداخلين على سوبر إفريقي وعلى سوبر محلي وكاس عالم الأندية، وبإذن الله تتوالى الإنجازات. إيه اللي يخلي مدرب في الفترة الصغيرة دي يقدر يتعامل بالنجاح ده مع اللعيبة فنيا ونفسيا؟ بصي، أهم حاجة في الراجل ده هو طبيعة شخصيته. أولا هو واثق من نفسه جدا، ودي أهم حاجة. يجيد العلاقات الإنسانية، إزاي يأهل اللعيبة بتاعته. قدر في وقت قليل وانت شفتي والناس كلها شافت ان هو يقدر يلم اللعيبه حواليه. اللعيب المصري او العربي عنده الناحيه النفسيه مهمه جدا، التاهيل النفسي مهم جدا. هو قدر يلم اللعيبه حواليه، لان اللعيبه لو حبت المدرب ده واقتنعت بيه، يعني اقتنعت بيه في الاساس وحبته، هتطلع كل حاجه عندها. فما بالك التوليفه دي كلها في النادي الاهلي. النادي الاهلي من غير اي حد، من غير مدربين، من غير أجهزة، اللعيب مجرد ما ارتدى فانيلة النادي الأهلي بيطلع كل اللي عنده، عشان خاطر طبعا الجمهور الكبير وشعبيته وتاريخ النادي الأهلي. فهو الحقيقة الحتة دي من أهم الحاجات اللي قدر يعني يلعب عليها، لأن هو جاي في فترة كانت صعبة زي ما بقولك، الوقت ضايق جدا. بطولة الدوري كانت يعني محسومة للنادي الأهلي من فترة كبيرة. هو خلى، ويمكن ده شفته برضو كلامه في حديثه، كان الصعب عليه ان يخلي النادي الاهلي مستمر في الانتصارات بقيه مباريات الدوري لتاهلهم للاصعب اللي هي مباراه افريقيا. ما ينفعش ان انت خدتي بطوله الدوري وفاضل لك ماتشين ثلاثه انك تتغلبي وانت داخله على أكيد بطوله، عشان العامل النفسي. لسه كمان مكملين كلامنا في الحته النفسيه دي يا كابتن، بس معانا طبعا كابتن محمد عبد الجليل، حيا نجم الاهلي السابق، منورنا يا كابتن. نورتك يا ساره، وبمسي على كابتني، وامتداد لعمالقه الليبرو زي ما بيقولوا. حبيبي حبيبي عبد الجليل، حبيبي حضرتك، حبيبي. ثانيا، ايه الشياكه دي في الاستوديو والشياكه بتاعتك برضه؟ الشياكه اللي قدامي، مش الشياكه انا، الشياكه اللي قدامي. ربنا يخليك يا كابتن، انت اللي منورني. لا بجد الاستوديو الله اكبر، وده معروف يعني، مش رياء ولا حاجه، انت عارفين يعني انا مش يعني راجل اهلاوي. لعبت في الزمالك وشرف. نجم كبير، نجم كبير عبد الجليل. لازم اهلاوي، بقولها دايما اهلاوي. فالاهلي دايما متفوق، حتى الاستوديو شكله فيه. ربنا يخليك يا كابتن. انا كنت سامع بقى شويه حاجات حلوه قوي قلتوها. كابتن حشيش اتكلم فيها، انتوا كنتوا بتتكلموا دلوقتي في الحاجه النفسيه الاخيره دي. بالظبط، دي مهمه جدا. يا ساره، اي حد بيجي من الاعراض يقعد له شهرين ثلاثه عشان يلعب. صح. والكابتن حشيش عارف الكلام ده على السنين اللي فاتت. النهارده أول ماتش في الدوري لاعب الثلاثة أو الأربعة اللي مرجعهم الإعارات ومقعد كل الناس الإيه الثقيلة. يا كابتن، ده مباراة كأس مصر، كان بدري بنون أول مباراة رسمية يلعبها، كانت نهائي كأس مصر. طب هو بيعمل كده ليه؟ عشان ما يحسش زي كل سنة اللي بيجي هيقعد على الدكة، لا. صح. ثانياً بقى بيحمس اللي موجودين، الناس اللي هي الأساسية زي حسين الشحات والأسامي طبعاً كابتن حشيش اللي لعبوا. ويعني طبعا انا يعني اهلاوي، بس كان مقصه فرقتي يعني، انت عارف مولود على ايه. فيعني الحمد لله. اما تضييع الاهداف الكتيره دي، توصل كتير وضيع كتير تبقى لعيب كويس، مسيرك هتجيب. انما ما توصلش خالص يا فرحتي وتجيب لي جون كل 10 شوط. انما توصل كتير هتجيب. ما تنسيش ده في كوره الثلاثه اعتمدوا على بعض، او ان الثلاثه ما بيلعبوش جنب بعض بقالهم كتير. التلاتة عايزين يروحوا لها. برافو عليك، خدت بالك انت كده منها. فانت فاهم ده. حاجة تانية، ان كل واحد يعني عايز يثبت نفسه، عايز يجيب جون، عشان كان في سن الطمع شوية. ليه يثبت للراجل؟ ما عرفوش الراجل ده بروفيشنال. لما تعمل اسيست، لا انا هلاعبك لازم تجيب جون. المفهوم في مصر برضه لازم يتغير، مش لازم هو اللي يجيب جون. يعني ناس كتير زعلانة من مروان محسن. طب ما هو الاجوان اللي بتيجي دي ما هي من تحركات من مروان محسن. صحيح. صح. دي شيء اساسي. ما هو زي ما كابتن حشيش قال لك بتاع الكوره لما يتكلم في الكوره، يا كابتن حشيش يتكلم في حته كويسه جدا، ايمن اشرف من احسن نجوم. انا كنت عايز اعرف وجهه نظر حضرتك. طبعا ليه؟ ايمن كويس جدا،
ورامي كويس وياسر ابراهيم كويس، لكن بدر بنون خبره كبيره. طمن ايمن اشرف، وكان صراحه بدر تحس ان هو بقاله 5 سنين في النادي الاهلي. تحس بيه لان نفس الستايل. ناس كثيره ما بتعرفش كابتن محمد حشيش، بتكلم بجد. ستايل الهادي اللي هو يقطع بثلاثه ويبص بثلاثه، ده الستايل. امتداد بقى لعماد النحاس بقى، وبعد كده كابتن مصطفى يونس وكابتن حسن حمدي، بتكلم بجد نجوم الراجل اللي قاعد قدامك ده. فبدر بنون النوعيه دي، ادى ثقه لاشرف، ايمن اشرف خلاه متالق. باين الولد حاجه زي الفل، ودايما المغاربه والتوانسه والجزائريين شايفه برضه بن شرقي لا بقى يعني عارفه الهدوء عندهم ازاي، انا متعصب ما يفرقش معاهم. صحيح، في ثقه في النفس، دي حاجه مهمه جدا. انا ببارك على التسعه وان شاء الله العشره وال11 وال12 بجد، يعني فرق معانا قوي الماتش، فرق معانا البطوله دي، واحنا بنبارك لحضرتك طبعا يا كابتن محمد عبد الجليل، الحقيقه نجم كبير، وكلنا مبسوطين بالحاله اللي حاصله في النادي الاهلي، مبسوطين بالانجازات اللي النادي الاهلي بيحققها، ونتمنى ان شاء الله طبعا الفتره اللي جايه كمان نبقى مبسوطين كمان بالسوبر الافريقي والسوبر المحلي وكاس العالم للانديه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ميرسي جدا وبشكركم، ودايما كده بيتي يعني. ربنا يخليك يا كابتن، طبعا بيتك، شكرا ليك طبعا، نورتنا في السادسه. بصي دول ولاد النادي الاهلي، ولاد النادي الاهلي اي حته يكون متواجد فيها او بيخدم فيها، بس قلبه وروحه مع النادي الاهلي. يعني بيشوفي بيتكلم بحب ازاي عبد الجليل على الفرقه وعلى المدرب وعلى المكسب بتاع امبارح اللي هي المفروض بينتمي هو دلوقتي للمقاصه، انما هو طبعا الدنيا كلها عارفه ان هو انتمائه طبعا للنادي الاهلي. يعني طبعا الجيل ده برضو يا كابتن كان عنده حته الانتماء دي، ومدرك قيمه النادي الاهلي قوي. ما كانش ما عندناش حاجه غير الانتماء. صح. لا وعندكم طبعا تاريخ كبير يعني طبعا. طبعا وبطولات الحمد لله طبعًا. بس انا اقصد ان الانتماء هو شعار الفتره دي. كان لسه الاحتراف ما دخلش. فانا يعني الكلمه دي دايما بقولها اكتر من مره، ان النادي الاهلي ممكن يمشيكي من على الباب اللي على النيل ترجعي من الباب اللي عند المعرض. يعني انت على قد كده اللعيبه كانت متمسكه بالنادي الاهلي، وممكن تلعب من غير اي حاجه خالص، المهم انها تكون موجوده وبتنتمي للنادي الاهلي. الانتماء للنادي الاهلي ده شرف كبير جدا، يعني ما يحسوش الا اللي جربوا يعني. اكيد يعني، والكلام ده انا بحب لما اسمعه طبعا من حضرتك، وبحس انه قد ايه فعلا في كتير قوي من اللعيبه فهمت قيمه التيشيرت النادي الاهلي. صحيح. ويمكن التيشيرت كان تقيل على لعيبه تانية ما قدرتش تفهم قيمته. وفي لعيبه ربنا ما وفقهاش للاختيار المناسب. صح، يعني ربنا ما وفقهاش للاختيار المناسب اللي هو ممكن يكون مع انفعال او مع اتجاه لحاجه معينه، اغراءات معينه، بس قدام شويه ممكن يعرف الفرق، لان البطولات والانتصارات والنادي الاهلي احنا يا ساره احنا عايشين الأهلي. بصي انا مش عايز اكرر الكلام، بس انا عايز اقول لك دي حقيقه. الناس بتفتكر ان احنا بنطلع عشان قناه الاهلي ونجامل، بس الكلام ده بنقوله في اي حته، حتى من ورا الفضائيات في الشارع في اي حته. انا النادي الاهلي احنا عايشين على حسه لغايه دلوقتي. يعني انا لعبت في النادي الاهلي، ولعبت في الاسماعيلي شويه، ولعبت في المقاولين العرب 5 مواسم، ولعبت في الرن القطري، ولعبت في الملعب التونسي. الناس كلها بتقول لعيب النادي الاهلي. صح، يعني بصي كلها انديه كبيره، وكلها انديه لها اسمائها سواء بره مصر او داخل مصر، انما كل التايتل بتاعي لاعب النادي الاهلي السابق. النادي الاهلي كبير جدا جدا، ومش في مصر، في 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 كل حته في الدنيا. يعني ما فيش كلام ممكن اقوله احلى من اللي حضرتك قلته ده. لا ربنا يخليك، عشان طالع من القلب بس، دي حقيقه وواضح جدا الحقيقه. فعلا. طبعا طبعا يا كابتن، خليني عايزه اروح معاك طبعا لموضوع مهم. النهارده كلنا اتضايقنا جدا لما عرفنا خبر منتخب مصر للشباب تحت 20 سنه واصابه 17 لاعب بفيروس كورونا، وطبعا بالاضافه لكابتن ربيع ياسين، ربنا يا رب يشفيهم. وان شاء الله هي انا متهيالي المسحه الثانيه نتيجتها لسه دي اللي هتاكد بقى الاصابات. عايزه اسالك، شفت انا ليه رايي في الموضوع؟ ما انت كنت بتقولي في الفصل ليك رأي، فعايزك تقوله. بصي المنتخب عشان يسافر اتعمل له مساحات هنا قبل ما يسافر. يعني مش عايز اقول لك، احنا كاتحاد كوره فرع القاهره بنعمل مساحات لكل الدنيا، سواء درجه ثانيه ثالثه، حكام، لعيبه،
فده منتخب وطالع لازم هيتعمل له اوريدي المساحات بتاعته، فهو طالع من هنا زي الفل. عشان يدخل اي بلد تانية لازم هتعمل له مسحه اول ما يدخل البلد دي، عشان يدخل ولا ما يدخلش او يخش عزله او حاجه زي كده. الفريق بقاله دلوقتي حوالي 8 ايام هناك من يوم 6. واعتقد ان الجانب التونسي يعني في فرق طبعا هناك، ليبيا وفي فرقه الجزائر وفي فرقه المغرب، فممكن تكون كمان الفرق قاعده مع بعضها في اوتيل واحد زي ما بيعملوا، او على الاقل فرقتين منهم يعني يكونوا قاعدين مع المنتخب المصري. مفيش اي حاله خالص موجوده في اي لعيب، و18 لعيب في منتخب مصر مع المدير الفني بتاعهم. اولا في البطولات اللي زي دي وفي البعثات اللي زي دي، واحنا جربنا ما بقاش في جولات حره، ما بقاش في اختلاط بحد. يعني اللعيب بيبقى في معسكر في الاوتيل، بينزل على الملعب ويرجع على الاوتيل، مفيش اختلاط بحد. تونس كمان، بس عشان انا عشت في تونس وعارف، ما فيهاش مصريين كتير ان هم يجوا يختلطوا بالفرقه بتاعت مصر. الكلام ده مثلا في الامارات، في السعوديه، البلاد اللي هي يعني تكتظ بالمصريين ماشي، ما بنقدرش نتحرك من المصريين، انما تونس ما فيهاش مصريين عشان يجوا يختلطوا. طيب ال 18 دول يعني جالهم الكورونا ازاي؟ وبعدين الاكثر من كده، ال 18 واحد مع المدير الفني ما فيش ولا واحد عنده عرض، ما فيش اعراض خالص. فدي برضو حاجه يعني برضو تحس انها مش طبيعيه. وبعدين القرار القرار ان هو يبعدوا عن البطوله او لا، ده هو يعني هو ده القانون وفقا للكافي. انا عارف بس الاستعدادات والقصه والموال الكبير ده. هو كابتن ربيع ياسين كان بيشتكي الحقيقه بقاله فتره انه فيش اهتمام اصلا بمنتخب الشباب، واللي بيحصل ده طبعا في الوقت الحالي احنا بنتمنى ان تكون المسحه الثانيه تبين المسحه الاولى فيها خطا، ولكن على اي حال احنا بنتمنى الشفاء طبعا لجميع المصابين والتوفيق طبعا لكل منتخبات مصر الشباب او المنتخب الاول. نورتني يا كابتن وشرفتني، وانا مبسوطه انك كنت معايا النهارده. انا كمان مبسوط معاك. مبسوطة جدا الحقيقة وأنا قاعدة مع حد من جيل كبير وحقق بطولات كبيرة زي كابتن محمد حشيش، جيل كبير، ومبسوطة وأنا بتفرج على جيل عظيم الحقيقة، الجيل الحالي، وهو بيحقق الإنجازات دي والثلاثية التاريخية، ولسه الأكتر أجيال بتسلم أجيال، ويبقى نادي الأهلي نادي البطولات والإنجازات ونادي القارة.